خلال فصل الصيف بتكتر الفعاليات والمعارض والبازارات يلي من خلالها نحن بنشوف كثير من ابداعات السيدات السوريات باعمال الهاند ميد. اليوم رح نحكي اكثر عن بازار الوان سوريه ليكون مساحه من الابداع والاحتراف للسيدات يلي بيمتلكوا مهارات بالعمل اليدوي مجالات مختلفة. أكيد يا سلمى. صحيح هايدي، ودائما بازار ألوان سورية كل سنة وكل فصل، خلينا نقول كل مناسبة، دائما بنكون مع مواهب جديدة. صحيح. مع سيدات جداد. شخصيا أنا بعتبر هذا البازار هو من البازارات اللي عم يعطي فرصة لكل صبية وسيدة سورية إنها تبرز، وفعلا عم يعكس ألوان سورية لأنه بيضم كل المحافظات السورية. اليوم رح تشاركنا مثل العادة مدام رنا طباع اللي هي مؤسسة الفكرة وأكيد منظمة بازار ألوان سورية، وصبية من الصبايا اللي عم تعمل شيء جديد ومميز. طبعا ضيفتنا ماريانا مارينا عواد، حرفية وصاحبة مشروع كمان رح نتعرف عليه. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. كل عام وانتم بخير. انتي بألف خير يا رب. سيدة رنا، خلينا نبدا مع حضرتك. يعني اليوم الأغراض هي اللي بتورجي يمكن الإبداع يلي انتم في ضمن البازار. خبرينا، بازار ألوان سورية بهيدا الصيف شو الجديد فيه؟ صيف، أفكار صيف، كل شيء بخص السباحة، البحر، شناطي المسبح، الشناطي الصيفية، التياب، القصص، التطريز، الفنون الجميلة، الموضة. يعني صبايا عم بيلحقوا الموضة وعم بيصير إبداع أكثر. يعني كل شيء موضة، كل شيء ترند، كل شيء الصبايا بيحبوه بفوتوا على البازار بيلاقوا، سواء أكسسوار، تياب، أشياء للبيت، هدايا حبي تاخدي، كل شيء بتلاقيه شغلات جديدة ما شاء الله عليهم، جد بيرفعوا الراس. كمان خلينا نرحب مدام رنا، يسعد صباحك عن جديد، وخلينا نرحب بمارينا. مارينا عامله ضجه انت بالبازار وعامله ضجه على السوشيال ميديا بهالترند اللي بلشتي فيه، واللي يمكن هو ما نو جديد بس الفكره صرنا زمان ما شفناها رجعت موضه بهالطريقه وبهالبساطه. خلينا تبلشي هيك تحكي لنا اكثر عن مشروعك. هلا اول شيء انا بلشت مشروعي عباره عن بابيونه لشجره الميلاد. حلو. كديكور، انه نحن نحط زينه على الشجره، ويعني طورنا اكثر واكثر لحتى صرنا نحن نزين بيوت، نزين مراكز تجميل، لحد ما وصلنا لهون. نحن صرنا نتابع الموضه اكثر واكثر حسب نحن بنلحق الموضه، شو بيصير شيء جديد ما انه موجود بقلب السوق، ما انه متداول، لحتى نحن نفوته جديد على السوق، بلشنا فيه ومن هون طلعت الفكره. يعطيكي الف عافيه. خلينا نحكي عن هي القطعه، مين يلي شغلها وقد ايه اليوم هي بحاجه لوقت، بحاجه لذوق كثير كبير كرمال تطلع القطعه مزوقه. هلا هي الورده نحن فايتين فيها جديد، هي عم نطور نحن مشروعنا اكثر واكثر لحتى نفوت اكثر على المناسبات. هي الورده هي ترند مثل ما احنا شايفين على الانستغرام وهالقصص، فنحن يعني ما في غيرنا بقلب السوق عملها بالشام تقريبا. فنحن عم نفوت فيها، عم نبلش فيها كفكره. حلو. جديده لحتى نتطور اكثر ونطور شغلنا اكثر حتى نفوت على المناسبات. يعني مدام رنا دائما بنشوف افكار جديده وبتحاولي مثل ما بيقولوا هلا في بعض البازارات صاروا معروفين باشخاصهم وبالناس المشاركين فيهم. صحيح. فبتحسي انه ما في شيء جديد. صح. اما انت دائما عندك شيء جديد من حيث المشاركات والفرص الجديده اللي عم تعطيها ان كان للصبايا والسيدات. قد ايه بتحرصي كمان اليوم تنقي وتعطي مجال؟ في ناس حرام بتكون مظلومه ما بتعرف تسوق نفسها. صح، قبل شوي كنا عم نحكي على التسويق. صحيح. البازارات هي مجال كبير لشخص يسوق شغله. يعني اكيد اللي بساعدهم كثير اذا ما عندها خبره، كثير بكون يعني بحاول انصحها، حتى جيرانهم دائما بقول لهم حاولوا تساعدوهم بطريقه مثلا العرض بالافكار الجديده. مجرد وجود الصبيه او السيده بالبازار اكتسبت خبرات كثير كبيره، لانه هي عم بتدور وتشوف شو عم بيعملوا. صحيح. كيف عملتي هي، من وين جبتي هاد، الا ما تتطور يعني مره على مره، الا اوقات من اول مره وعم تشوف اذواق الناس على ارض الواقع. تماما تماما. بتشوف الست شو بتحب، حتى هن الزوار هن بينصحوا بيقولوا لا اعملي لي كذا، لا تعملي هيك، فكثير تطور كبير بيصير. مارينا خلينا نرجع لعندك، البلوزه اللي لابستيها اليوم كثير دارجه وترند بالنسبه لهدول الوردات، عم نشوف الوان كثير عديده بتناسب. اثنين لابقين عليك يا هايدي، بيلبقوا مع الانت لابستي، سواء لابستي الاسود او الابيض. تمام. خلينا نحكي عن طريقه صنعهم هدول.
هلا اول شيء انا مو لحالي بشتغل، انا وابي وامي، يعني نحن الثلاثه لون صباح الخير على كل شيء. يعطيكم العافيه. الله يخلي لك يا امي. شكرا. اي فنحن بننزل على السوق بنجيب القماش بنعمله من اي تو زد، يعني نحن بنشتغل على تفصيل تفصيل بالقطعه، يعني مثلا ماما بتعمل مرحله، بابا بيعمل مرحله، وانا بعمل مرحله لحتى تطلع بهيدا التقنيه وبهيدا بهذا الجمال. واكيد حتى في كثير عالم ثانيه بتعمل هدول القطع بس ما بيعملوها بهي الفينيشينج، يعني انا كثير بهتم بالفينيشينج. اذا القطعه كلياتها مرتبه اكيد بتنباع بطريقه مرتبه، اما اذا مثلا نحن ما لنا شغلين على طريقه الفينيشينج هون بيبقى مشكله. صحيح، يمكن نحن متعودين البابيونه او الورده هي للاولاد الصغار. صحيح، يعني الصبايا ما بيلبسوها غير هلا صاروا جديد بحفلات توديع العزوبيه، انه البعض صار ينزل ينقي من الاسواق وردات صغار يلبسوها للصبايا بالحفلات. اما هلا نحن عم نرجع نشوفها على جينز مثل ما انا شايفه، على قطن، على فساتين، على اي شيء. قد ايه مهم اليوم انت استخدمتيها كنوع اكسسوار بس هو يترك علامه بارزه؟ يعني صحيح، نحن هاي القطعه يعني لما انت بتلبسي ثياب عاديه اوكي عادي، لما بتحطي هاي القطعه، هاي الورده ولا هاي الجينز ولا اي ورده ثانيه بيتغير موديل اللبس تماما. بتعطي مثلا اللي بايدك لك اليوم، هاي بتعطي شكل رسمي اكثر. الجينز بتروح على كل شيء، قصدك حسب اللمعه، يعني مثلا حسب اللي بيلمع حسب الوقت حسب معين، حتى حجمها، يعني اذا كانت اكبر بتحسيها راح تسهره اكثر. ما شاء الله شو اخذت ضجه بالبازار. ما عم اقول لها عملتي ضجه وصرت عم شوف الصبايا كله عم نزل صور بالتيشيرتات اللي عليها بالبازار. نطلع ما في الورداتي بجميع الانحاء، ما في طبيعي فاتت الا واخذت ورده. تمام سيده رنا، اليوم في كثير مثل مارينا صبايا مبدعين وموهوبين اليوم بالعمل اليدوي بمهارات الهاند ميد، اليوم مشاركتهم بالبازارات قد ايه بتعطيهم يمكن ثقه اكثر بشغلهم مسؤولية لحتى ينجزوا أكثر ويعرفوا الناس يلي حواليهم على أرض الواقع كيف عم تكون القطع؟ ثقة بنفسهم، لأنه مجرد وجودها بهالمكان هي فرضت شخصيتها، فرضت شو عم تعمل. تمام. عرفت العالم شو عم تساوي، مثل ماريا مثلا، مارينا في عائلة قديه حلو، قديه حلو إيد مع إيد، كلهم إيد سوا، إيد واحدة عم بيتساعدوا. فهي الصبية عم بتورجي تشوف حالها مثل هالصبية اللي جنبي الحلوة مثلا، عم تشوف حالة بوالدها بوالدتها، قديه هن متعاونين، قديه هن عملوا شغلات حلوة مجرد فكرة صغيرة كبرت. يعني هلا انت عم بتشوفي فايتين على الايفنت على الحفلات، شغلة كتير مهمة وحلوة. هلا الصيف مثلا كله مناسبات، انت من وردة تعملي شو بدي لك جنينة أو صحيح. تماماً. فالصبية فاتت لأفق كتير كبيرة واسعة، عم تشوفي كم هائل من العالم ومن السيدات. أولاً هي صار عندها تسلية حلوة، وبنفس الوقت مثل ما قلت لك ثقة بنفسها ومجتمع كبير. طيب كمان خلينا نحكي اليوم مجال المنافسة ما نو سهل، انت طبعا مشاركه قبل بمره بخليني اقول بازارات متعدده او شيء، اليوم قد ايه بتشوفي بهذا المجال بالذات بالهاند ميد؟ بتعرفي اليوم تنزلي على السوق ممكن تلاقي شيء بيشبه الشيء اللي انت عم تعمليه موجود بسعر ارخص، صح كواليتي مختلف لانه كواليتي الهاند ميد مختلف تماما وبتكون مميز، بس عم تشوفي في منافسه صعبه. قد ايه البازار بيأثر هذا الطريقة عليكي؟ لأنه اليوم أنت صارت الناس عم تشوف فعلاً أنه في مقارنة عم تشوفها بالعين، مجرد بجوز على السوشيال ميديا ما تقدر تتأكد إذا نفسها أو لا. هلأ البازار فتح لي مجال أني أنا أتعامل مع العميل مباشرة، يعني أنا ما في تبع أنه بعتي لي صور وبلكي طلعت أكبر وبلكي طلعت أصغر، أي أو أنا يا ترى مصورتيها هيك طالعة بالصورة حتى كلون فلتر. حتى كلون، يعني أنا مثلا بيشوفوا هاي اللون مثلا في عندي لون أفتح، في عندي لون أغمق، يعني هيك ما بقى عم يعرفوا، أما بالبازار عم يشوفوها على ارض الواقع فيها تجربها. صحيح تماما، يعني حتى عم يشوفوا دغري بياخذوا بيروحوا بجربوا على المرايه بيجوا بياخذوا اللون اللي بدهم اياه ويضلوا حاطينه. صحيح تماما. وبالبازار كان في حدا عامل مثلي، يعني عامل شيء بيشبه تمام. كل حدا بيتميز بطريقته، انا هيك بحس، ومثل ما بيقولوا رزق على الله. صحيح. يعني ممكن البصمه تماما، انا بصمتي بعرف انا شو عم بعمل، بعرف انا عم بعطي هي القطعه، هي القطعه راحت معك، ما بقى انه انت يلا لبستيها لبسه خلص صارت على الكب، لا انا بعرف انه هي القطعه حتضل معك. بس انت قدرتي تنقيها صح. صحيح. ما شاء الله عليكي. اكيد اليوم المشاريع موجوده بشكل كثير كبير بين الصبايا والسيدات، ولكن مثل ما ذكرتوا الفرق هو اليوم اللمسه بين كل صبيه. سيده رنا اليوم قديه
مهم التجديد والاستمرارية بأي عمل بنقوم فيه اليوم بأي مشروع بالهاند ميد. نحن دائما يكون في عنا أفكار جديدة كرمال نستمر بالعمل، يكون في عنا زباين أكثر ويكون في عنا إقبال أكثر على الشيء اللي نحن عم نشتغل. حتى لصاحبة المشروع هي بصير عندها ملل، ما تقدر تعطي تمام، ما تقدر تنتج شيء جديد. فمجرد ما تفوتي لفكرة جديدة أو تطور، مثل هلأ أنا مثلا هالمجموعة ما شاء الله الكبيرة كتير، صار بدنا شيء جديد. شو هو؟ صار بدنا شيء عالمي، الناس برا تشوف قديش، مثل دائما برجع بعيدة، قديش السيدة السورية تستحق الشهرة، تستحق تنعرف قديه هي قوية، قديه عم تعمل شيء حلو. صحيح. مو بس السيدة والرجل وكل العائلة. فهذا اللي بتمح له، انه نحن لازم نتطور اكثر واكثر، ولازم الناس تعرفنا، وان شاء الله رح نوصل ان شاء الله. اكيد اكيد، دائما الافكار برغم من بساطتها ولكن دائما الفكرة الحلوة مثل ما بيقولوا بتوصل بسرعة. بتذكر انا وصغيرة كانت اكثر مثل ما بيقولوا بكلة مميزة عندي هي البكلة البابيون، دائما هيك الصبايا بيحبوا البابيون، الفراشات ما إلى ذلك. عم نشوف الخامة كمان بتهتمي، يعني مو إنه جاي بقماش بس مجرد قماش، أنت لا عم تنقي الخامات. خلينا نحكي هاي تفاصيل مهمة ما بيشوفها الواحد يمكن طبعا. أو حتى الشاشة ما تقدر تظهرها، بس اللي بيمسك وبيلمس بيشوف الفرق. قد ايه بتهتمي دائما بالتجديد وشو في شيء جديد نازل على السوق؟ هلا انا دائما بس بلش مشروع بجيب كثير خامات، يعني انا بشتغل كثير. هي الورده اللي طلعت مثلا بغض النظر عن البابيونه، هي الورده اللي طلعت انا صار لي اكثر من سنه عم بشتغل عليها. جربت كثير خامات وجربت حتى لقيت الشيء المناسب حتى طلعت معي هي. حلو، عرفتي؟ يعني نحن كثير بنشتغل وبنجرب وبنجرب لحتى نوصل للنتيجه اللي نحن عن جد ترضينا. صحيح. ترضينا قبل ما ترضي العميل، عرفتي علي؟ فحتى البابيونات انا كثير جربت ستان، بجرب كل مره بجيب نوع بجرب لحتى يطلع من معي ايه تمام، يطلع معي قطعه عن جد تكون ضيان، يعني انت تحطيها تستخدميها تقدري تضلي عم تستخدميها. حتى في ديتيلز مو كل العالم بتنتبه لها، في عالم بتشتغلها بتحطيها مثلا مشوار واحد وخلص بتوقع بتفك. تمام، انا بنتبه على هدول التفاصيل كثير. سيده رنا، معروفه حضرتك دائما بالتميز باعمالك والتجدد، خبرينا كل شو بتقولي اليوم لكل سيده حابه تفتح مشروع؟ اي فكره بتخطر ببالك، شو جا بالك تعملي، انزلي على السوق اختاري القصص المواد الاوليه منها وبلشي. لو هالقد ما بتلاقي حالك الا كبرتي، اذا انت حابه مجرد الوحده حابه شيء اكيد اكيد رح تعمل وتبلش وتتطور. خلينا نحكي كمان على التشبيك والتواصل المشترك بينكم كمشاركين وبين مدام رنا. يعني هلا نحن بنعرف احيانا شو عم بيصير بالبازار بس من صفحتها، من اول قبل ما يبلش البازار معنا رح يكون كذا وكذا وكذا. المتابعين على الصفحه ان كان صفحتها الشخصيه او صفحه الوان سوريه، قد ايه يمكن طلعتي بعلاقات منتجة؟ يعني خليني أقول تعرفتي ممكن على أشخاص ممكن يطوروا من عملك يساعدوك، صار مثلا ممكن سيدات من محافظات أنه فيكي تبعتي لنا بنسوق لك بمكان. خلينا نحكي على هاي التجربة لأنه هاي كمان مختلفة. هلأ صراحة بازار ألوان سوريا يعني ما شاء الله، يعني أنا من العالم اللي بنطروا مناطرة كأشتراك وكذ يعني ككون زائرة تمام. فصراحة كتير فتح لي مجال إني أنا تعرفت على كتير عالم على غير محافظات مثل ما حضرتك حكيتي، لحتى نحن نوسع شغلي، نوسع الشغل هذا اللي نحن عم نشتغله. وفعلا يعني أنا صرت شاحنة على لادقية، على حمص، على طرطوس، يعني هي ميزة تمام. هو البازار، هو البازار حلاوته أنه بيعرفك على كل فئات المجتمع، يعني بتشوفي كل شيء. طيب كل حدا عم يتابعنا اليوم وحابب يشتري من هدول الوردات وهدول البابيونات، خبرينا أكثر كيف عم تكون أسعارهم اليوم؟ هلا بتحبي اقول لك اسعار؟ اوكي. مثلا هدول الوردات اللي تبوت الكنزات عم ببيعهم بسعر بتخيل كل العالم تقدر تشتري، وانا منزله سعره لحتى عن جد صدقا نحن نقدر ننشره بقلب السوق. مثلا هي الورده عم ببيعها ب 60,000، كبابيون مثلا حجم صغير 40، الحجم الاكبر 45، بس مثلا ما عم تتجاوز هي الاسعار. لانه دائما اي شيء جديد اليوم واي شيء ترند بتلاقي ببلشوا يرفعوا بالاسعار، فهالاسعار اليوم عم تكون ثابته ومرضيه لكل الصبايا. تمام.
البلد. أكيد يعني نحن سعيدين دائما بوجودكم معنا، بوجود كل شيء جديد، بوجود أفكار جديدة. مدام رنا، قبل ما نختم اليوم شو تحبي توجهي تحية يمكن أو كلمة لكل السيدات إن كانوا المشاركات أو حتى هلأ في شيء جديد قريبا رح يكون بعد هذا البازار ب 15، 16، و17 تموز. تمام، راجعين لقاعة أمية بشيرتون. حلو، كنا ناطرينكم منقولين قاعة أصغر. إيه هلأ الحمد لله. فبس بقول إنه هلأ مو سمعتلي استغلي إنه ثق في حالك أنت وولادك، جمعيهم وتعلموا شغلة ما بتصدقي قد بتنبسطي مجرد أنت والطفل أو الصبية بنتك عم تعلميها تعملوا شيء. تعي نساوي أحسن من الملل، أحسن من ضيعوا وقتهم. عطلة كتير حلوة لما بنقدر نحن نستغلها. صحيح. أكيد. بالختام مارينا وسيدة رنا، شكرا لكم ولوجودكم الحلو معنا لليوم بصباحنا، نورتونا. صباحكم بالخير وكتير شكرا لكم. شكرا لكم مثل العادة دائما وجود كل شيء مدام رنا بتروجي له أو بيكون موجود ضمن البازار بيكون مميز بصباحنا. والشكر أكيد لمارينا ولكل الصبايا والسيدات يلي عم يوثقوا بنفسهم وعم يبلشوا خطوة مهما كانت هالخطوة بسيطة. شكرا لكم. أهلا وسهلا.